الله. بسم الله على بركة الله. مرحبا بكم تشم الدلاع. مرحبا بكم. صافي الدق صديت ما فنا. هاي الدق صديت الريف فنا. يا ذوق زعل. ما شاء الله. سويا سروم نيش انا يقوم هاروم. الحارفة تاخذي من سيد مثلا غير سويا سد الليع وزعما يش تغفى. تفخذونا اخويا سويا. اي 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 يا رماو. يا تزوق واه يا تزوق. زعل الماكلة الخو تزوق تو ما عرفتيش تزقوخت زعما تزقوخت. تو ما عرفتيش تزقوخت الخو غير مثلا غنزعل الماكلة. الماكلة سي زوفيا. غنزعلك ان شاء الله تعالى الماكلة ما مشو. حتى الاول ما مشى سي زوفيا ما تشريش الكريش تراسوت. يا ذا زيوذي واه يا ذا زيوذي. ضرب الراعي عني ذا. هتاف يخسات فمو يدن دور خمر يسغى الشافة غريف الدات مغروم ها سو قاسي العام سيدي قاس عمير حاج قاس تحتكم واش الله يسامح تيش تقم ذا صدقة عاد ها التجارة ها صدقة الشباب بصحتكم هاكا ستانت رهميك اوه وسمعت في غاري غدا وما تسوفيا نو غاس نتا هادشي ديال السوق بريميرا سرعت وخيا غاس تقنع 10 دور واش تقنع 10 دور غاس نتا غتعويضها تبارك الله بريميرا عمي التيم هذا مي زيد مع عمير حاج صراحة ميش ديوسا يما يروبا لان يوض يوض يا اخي ماشي الماذا قنص امير حاش لي طاوين سمعت ما تقدر الصباح امش حي قد زلع اللي 10 دور 10 دور هذه قابي البركه ما شاء الله بسم الله 50 درهم ما دي اسمها قومي سيقه 50 درهم سو خاسي عاد سو خاسي سماك اللي ما لاقيش يا اخي ما ضيعش شي سكوا ثاني مش توقع هذه يا اخي هذه يا اخي هذه 8 الصباح 8 الصباح ما ظهر يا اخي كواش هاد الدليع بعد الخوم يجي وذف شن حركه شن اقبال يلا عاد اقوم ميت مثلا هاد الدليع تبارك الله الخيرات قاس عزيزي قاس بسم الله اقوم من زين رسواقنا الريف نغي شنان ونقرا السدات مغرم قاس الدليع عزيزي نهار قانو زنسوا الدليع قاستني مازال عاد ما شاش دوس هاد الدليع زعما الصراحه وما يتقاس والله الا شنو لا غريب غا شاب تا خاصك تجي تقاس الخو الدليع سوا قاسي غايت مثلا قوم رسواقنا عارف من زي شنان التاس نعم سيدي غتقاس هذا الشر وتجوش غيكسن 10 دورو تا قاس عزيزي ارض خفيه ورشه ورشه واش لي 10 دور اشري فين 10 دور 50 درهم الوالده مزيان 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 ايوا مش حريص تقريبا خو هذا من حبه مش حريص تما من كيلو في حبوش 10 كيلو 6 مزيان 5 كيلو هو يا مقران يا مو 10 كيلو 10 12 كيلو غيث مثلا تبارك الله مجدو من يغمني سبحان اسوقاسي غنغدي السواق ديال الريف مره وعزيزي لي غاينين خو الصراحه هيث ماش خزان دايش باش يجيو سال المذاق نس هذا المليح ها قوم هيث مثلا غير نوم هذا المليح الشهاده دي فيديو امو بتخمو بالدلع واه ايوا خاصي التجار يتقن كوره سكواس الدلع صحيح تبارك الله ماشي المهم يوصل جديد الصباح المليح امين تسال غاينين يوذن تسال تسغنى ان شاء الله هو ها على حسابك اه على حسابك مش قصرش على حسابك المهم هيث مثلا قيقاس واخد الدلع واسمينه مندي ايوا المهم الدلع قاد الدلع غاصر حق الدلع قاد الدلع تيخذ تحبوش لي اخصن ايوا واش هذوني انت المليح هذه كابي البركه ودي ربي يرزق ان شاء الله تبارك الله هيث مثلا ونكسي نيث مورس وخاسي يناش مسكين كسير كسيت الشف يناش الدنيا هانيه من زيت عجبيت من القاوم خمني طاحت غيار الريف دات مغروم قسمان هي طاحت غا بنادم يخرج مسكين كسي في سبيل الله اصلي نقيا زميت نغيب ضعيت مانين ويقاس ثماني الصباح شحال سقيت ثمان 8 دور غايت مثلا نهار يقا الدلي عذاني تاتي بزغنغان 4 دراهم والخيرات موجود وسوق سي عاد سوق ضباع سوق سي غادي يقا بالبركه مرحبا بكم نمشي نقارسات الشمات سوق ياك من زواني تتبيس الماكله ذا يسامى انت نايل ضروري واك تقاس دراشك
كسات قاسات قاسات داك المغرو ما لا تكسي هذا تقاسات تقاس في سبيل الله مسكين عجبني غاس يعزيني غاس قصه غاس ما تكسير ان يكسير سفيان خدمني يقدر يتفرج لك نقول اش تحفظ سي ضرب مانيتي دي مدريد لا نقول دي فرنسا دي فرنسا انت قاس تحيات نخرس قشبه باش خاس وخاسي وليد 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 تقاس شوف عريض خو وليد ما يزيد ما لا باش يقدر يقطيبرين يصور داك يديه تبارك الله هي الهيني ياسن ياسن المضمي يزيد ملا قاس بسم الله واه بسم الله القاس نشتشك قاه من يا دورو وانا وليدي وقان ندلع وجبت شغالي وادي نجي مضمي يزيدني غلا هذه يسكن شاف وجنون قاه من يا دورو غا عند درهم مين زين نهار مليح الدلع مين زين ما غاش تاويل موسم الدلع يبذات يتبان يديك مثلا ثماني شنا مين زيد البدايه نسواها ها عاد ما بيخص هاد شويه هذا بيخص هذا بيخص عاد هو هذه كابي البركي نوميت مثلا عاد هذه ينقصني غادي هواني غادي يرخص عاد ان شاء الله زي السنه غادي تضيف صعب الخارج هذا اللي الثمن مناسب 6 دورو ياك هذه 6 دورو تياو ان شاء الله ما لاش 6 دورو 5 دورو واش بنادم انت يبارع هو تقدر شحال تحب شحال ديال المونورمال مودي تحبها يا غاش 5 كيلو 5 6 كيلو غيث مثلا غير غازاني نتي هذه كابي البركه غتخزا مع بري المباشر على الزيت سياب طريقه زيتي خضار الدلي عراجه تزيد على الزيت سياب باش تستقع زيت سياب ما مليش الشات مرخول حكمه ما تقعموذ نيخ زيت تو دي سانزام الدندون ها قوم يث ميرسينو ميسخ ملي غتشات من مريض الدليحت يخصها في الدندون يخصها في التقرحس يعني ها تقرحس صافي ذا المليح هي بالك القبض عندي هاي حرام ليش تنهاي قت ابقى قاس اوا هي مثلا غسي خطانا تي الدليعه ليس الطاس النحوايج انهم يخصها غتاف يخصها تاف مو يدندور خمن ليس غتشاف قادني ربعه تاع الزيرا زيت تيبقى نش غتساور مو قوا تجيبوا هذه الحكمه تاع قعمود يخصيش تكتب تسمى مليح يخصها ذي الدندنه يا يثما هاي خصها ذي الدندنه يسمى 6 درهم يا يثما 12 دورو اش يزيع زيت سياب ما تريد يخضع على تنداري دير ميزان اش حد غتسخا غنزار في يثما شحال تيخضع هني ويع الزيت سياب شحال غتسقى دير ميزان عام اسيدي شحال اسم الكيلو غير حرام 9 كيلو 200 تبارك الله هذا 9 كيلو و200 تيخضعت واخا لي هنا انا سيد ما ترخص هذه هني سواد داي تيسكع تني سنج وها قومي ما ترخص تبارك الله كسيدي شنو موسع الزيت سياب كسيد ها قومي ما تنغ وي تبان يتقضى وني دغيا سنا هذه الشياك واخا في ويضني غواتي ويضا قومي زي مليح حياتي ما ترخص السواق ديال الريف ذوق وسير تسعر في السوق ذوق وسير تسعر في السوق ها قوم العام سيدي تبارك الله الخيرات الدليع ذي الخيرات هذه كابي البركه ومن يسمى ثاري ذي نهار هذا انت تجي تزغنغان في الدليع مرحبا بكم يا ايثما ما شاء الله اسوق خاسي يا ايثما اسوق خاسي الدليع المليح يا ايثما المليح الاجداد المغمرات غزلوا زاد الدليع بسم الله بسم الله هاك في ايث مضره ميز دوم قغاري في الداف مغروم اسوق خاسي العام سيدي خاس عمي الحاج خاس صحتكم واش الله يسامح تيش تقمد صدقة هذا التجارة صدقة الشباب صحتكم تبارك الله ستان درهميك وسرع في غاري غاثة ومات سوفيان وغاس مده تجيلي السوق بريميرا سرعت ومخيا غاسة تكون 10 دورو شتك 12 دورو غاس مده تعويضة تبارك الله عمي التيب هذا ميزي ذي مع مير حاج صراحة مش ديوسة ولا يفيد ليش يروبا يلا يبود يبود يا اخي ماشي الماذا خمس امير حاش تستوي نسرعت ما تقدر الصباح تبارك الله يا ايدما الدلي علم مليح علم مليح يا ايدما هنا علم مليح سوار ما يتمغل تبارك الله ماني سمتها ريد الدلي ماني سمتها ريد الدلالة نغاش شدني مش حد بذعة نهاره مش حد بذعة ندلع الدلاعين هذه بذعة انا بذعة ان شاء الله ثلاثة البركة ان شاء الله دسجة تبارك الله ها قوم ايت مثلا شحال اسم الحبات تقريبا دي كيلو بشحال اشغار يدلع زي 10 كيلو سنج 10 كيلو زي 10 كيلو سنج كيلو تما زي 10 سنج زي 10 كيلو سنج وهذا اسم الماكله سرعه نزاكوره سرعه نزاكوره نعم سي معروفين دي الدلع مروه تجي المليح وانزلوا زي الدلع نش باش لعب السلام واش هبوا نسع الزيه شهبونا في حفظ سيدي ربي ضرب الرعي عني
هاي هاي ثما مرحبا بكم هاد الشم الدلاع غندور نهار هذه خضانا كيسم دانينا انت تبارك الله الجوده الجوده نعم سيدي تبارك الله بالبركه ثما ثلو شحال وزنت يا خويا كريم شحال وزن 5600 شحال اسم كيلو تا وزريت قوم تزان مشاهدين مره هاك الموسيمه ندلع 9 ضرر هذه قابيل بركه ثما ثلو ومش توارى من هو الاقبال موجود عزي احمد هاد الصغير شان دلعني يا اخي ماشي فوق دلع ما سو خاسين برايا خاسين لا برايا خاسين برايا خاسين الصباح لا مش دارينو نبدا ايوا تغنوحش الموسم ندلع عزي احمد يا رخو مرحبا بكم تبارك الله بكم قوم شحال يقع عزي احمد 12 دورو 6 دراهم يا ثما 12 دورو 12 دورو زيد يوي وثوي تبارك الله تدلع طبقه نتاع عزي احمد الصباح اخزان بايش تبارك مزيان انا ديك كافي البركه خلني غسل خون سوارس نهار الدلي حمد السن الاخوان بلا يوض الدلي غير الريف السواق ديال الريف مره تبارك الله يثما ثنا صرافي صحاب هين من دلي مره مو بلغ عز احمد الله يحفظك الله ينورك ومشدو مني غير السوق انت ديال نهار بزغنغان امين ان شاء الله ماني سما انا راه عز احمد الدلي شلقنت تقاش وين غير بدا الله يفضني هذا قال لايك هاشي الجار بعز احمد تحياتي ديني 4 قينس 10 دورو ديني 4 قينس 6 دراهم واني تتيام قران يقاي 14 دورو ميزي خزع الماض تري سمانه ياك حما زان الاخوان هذا رمذن زيثني شحال زيزاك ولا واني تتي ينو ميت مثلا واني تتي غاس نهارا ثلاث ايام هذه كابي البركه شحال انت من عذاب ريت واه شنو ذاني ترى غنغي المنطقه مازال عاد واحد الشيء مش حد يسمو تبارك الله هذه تحبوش 8 كيلو 14 16 كيلو هذه قابيل بركه ثمثنا المهم الدلع موجود وني دغيا سندي الدلع ديال السواق ديال الريف هذه قابيل بركه الخيرات موجود وني تتيام قرن قوم خيقاس 7 دراهم 14 دورو نعم سيدي مرحبا بكم تبارك الله ثمثنا غمو يدوس الشهر نهار ماني سمات كيف هذا الدلع نعم سيدي ماني يرخو صافي موجود وسوق سعاد ويوذنها قوم بذا عندها الدلع مره ماشي قد الدلع عنا رزق الدلع قاس ما ميزيدني غلا صراحة ميزي شحال يقى نهارا 10 دورو يزيد 50 درهم يا مثلا 10 دورو ما شاء الله الدلالع الدلع اش حاط عاصم دانيناتي عاصم ها الجد عاصم من هاد الشد قادش انا غو مع الريف داك المغرب منين نقانا هذا داك المغرب هذه مانا يا مثلا اخاسي هاق في العام سيدي وني خصنا يلاه كي ديجو مور صق اكو من الكوار يا مثلا واش نتقاس على نشي شحال سكيل الثمن 50 دراهم بسم الله غريس 50 درهم الموسم الدلي عايد ثم تغذية الريف صافي قايب ذا اما ني سما فكيف الطجار مرة اغلبية دار خويا عجباسنا الحار نيغوم يمكن دي اوروبا تصقو مدي فغو ولكن الدلي عند الشينا دير خو دير حق نيشان ني غالي الخو يتوارام دي السوق مس مشي قاني قد تغيي ثم السوار غاكي ومسمح فيه وازعم الصراحة وها المذاق نزل مليح والله المذاق نسيشنا تايخ ضارس انت تايخ ضارس نيشتنا غزان في فيديو نان زعما مش شحال تكسلنا 60 دولار قلت 2 فرانك 60 دولار قلت 2 فرانك شحال هي تسمى من كيلو 6 كيلو 60 دولار قلت 2 فرانك 6 كيلو 6 كيلو غير مثلا غير تكس تبارك الله الدلاع واش قاضيني 4 هذه تعجبها سنتي حبه تيم قرانين قاضيني 4 هذا تعجبها سنتي مزيانين على حساب العائله ولكن تبارك الله الخيرات موجود